نتأسفوا على هذا المكان اللي وصلوا لنا ديال مكناسي، اللي كل سنة كنتمناو زعما كادي يعمل سما يعملش لنا نفس الأغلاط ويصعد للقسم الثاني. ولكني تنشوف أي أغلاط اللي تعملت السنة الماضية ولا السنة قبل هي اللي تتعاود، وتنبقاو نحلموا بأنها كنطلع وحنا ما تنوجدوا والو للطلوع، ماشي قضية إمكانيات ولا قضية تسيير. ما نظنش بأن الأغلاط اللي عملناهم قبل ما تنستافدوش منهم باش على الأقل فارق يكون أفضل، لأن النادي المكناسي ماشي المرتبة ديالو هي في هاد القسم هذا، لأن الاسم ديالو والتاريخ ديالو والمدينة العريقة مكناس لازم نلقاو فريق، لأن قبل كان الفريق النادي المكناسي كله متكون من اللاعبين المحليين ديال المدينة وديال النواحي. الآن تنجيبوا لاعبين اللي ماشي في المستوى ديال النادي المكناسي بصراحة، ولا هاد الأغلاط اللي كتعمل كل سنة ما بغيناش نفهمو. تنظن بأن تكون واحد السياسة ديال التكوين، والحمد لله مدينة كبيرة ولا المنطقة كبيرة باش نلقاو لاعبين، لأن ما نساوش بأن اللاعبين كاع اللي لعبوا في المنتخب الوطني كلهم خارجين من الفرق الصغرى ديال مكناس، لا حميد عبد الله لا كاماتشو لا بيدان لا بن حليمة لا الغويني، لا هادو كلهم الان ما تنشوفوش لاعب عنده المستوى ديال القسم الوطني الثاني ماشي القسم الوطني الاول، ولهذا خص بزاف ديال التغييرات العقليه اكثر شي العقليه. غلطات المدرب قام بالدور ديالو داكشي اللي عنده في اللاعبين اللي جاوه، ولهذا ما عاونوش يمكن لا في التسيير لا في كل مره تنسمعوا رئيس غادي يمشي رئيس جاي مدرب مشى مدرب جاي، نكونوا شويه استقروا في التسيير ديالنا ونعملوا واحد السياسه نقيه وبالاهداف اللي واش نوصلوا لها ولا ما وصلوهاش، ونبداو نغيروا هادشي اللي لحد الان اللي عملناه ما وصلناش باش نديروا فريق كبير وفريق ديال اللي نفس. ولهذا خص واحد الجلسه واحد كل يعطي رايه، وكاينين الناس اللي يقدروا يفيدوا اكثر لا من مسيرين قدام لا من لاعبين قدام لا من مدربين لا من السلطه. ولهذا راه الفرق اولا هو التسيير، انت يكون عندك تسيير جيد لازم تجيب مدرب جيد، لازم تعاقد مع لاعبين في المستوى، والجمهور حتى هو خصو ما يعملش داك الضغط على اللاعبين ولا على المسيرين. تعرفنا الجمهور المكناسي احسن جمهور في المغرب، تيبغي الفريق ديالو ولكن تيبغي يشوف اكثر من داكشي اللي تيشوف، ما يقدرش الفريق هذا ما يقدرش يعطيه داك الامل ديالو باش الفريق يكون في مستوى. ولهذا تنظن بان لازم واحد كولوك يجمعوا فيه الجميع هذا، وتكون واحد التخطيط جديد واحد السياسه جديده. اما قضيه الامكانيات تجي كتجي، الامكانيات كتخسر الان ما حرام تخسر ديك الامكانيات كلها ماديه على النقاط اللي كنحصلوا، لان ما نقارنوش مكناس مع فرق اخرى اللي كنعرفهم ما نقدرش نقول الاسماء ديالهم، ولكن حشومه نقول المستوى ديالهم ديال القسم الوطني الثالث ولا هوت، ولا النادي المكناسي ماشي هو النادي المكناسي، الاسم ديالو تيخلع والماضي ديالو تيخلع، وخص الحاضر والمستقبل يكون هو تيخلع. لا هذه السياسه، هي كانت سياسه ديال انا قلت لك 17 لاعب في المنتخب كلهم من مكناس، تيبين بان مكناس عندها لاعبين، ولهذا خص واحد اون تاكسي واحد قلبوا في الفرق الصغرى. كاينين فرق القسم الثالث ديال العصبه، كاين لاعبين اللي في 3 شهور 4 شهور يقدروا يلعبوا في الفريق الاول. عار على مكناس اللي فيها مليون ديال السكان ما تعطيش 20 لاعب في المستوى. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.